هذا المشروع المهم وهو منع التطرف بكافة أشكاله. الجزء الثالث اللي حتناول اللي هو موضوع الوقاية من التطرف العنيف سواء المفهوم The clear strategic focus, the comprehensive UN program, partnership, اليوم الحقيقة الإعلان دراسة لسبع مدن ليبية، دراسة تركز على أسباب أو الدوافع أو المجموعة من المعطيات اللي تخلق أو تسبب الإرهاب أو للأسف الحقيقة تسبب التطرف، سواء كان التطرف البسيط أو التطرف العنيف. الدراسة هذه عملت لمجموعة من المدن الليبية واخذت جوانب معينة في اختيار هذه المدن، سواء كان مدن حدودية، مدن فيها تنوع سكاني بشكل يختلف عن مكانات ثانية، مدن فيها نشاط اقتصادي وسياسي يختلف عن 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 باقي المدن، وايضا لها علاقه ايضا بقضيه المدن الحدوديه باعتبار ان واحده من العوامل المؤثره للمدن الحدوديه دائما فيها حراك يختلف عن اي حراك في مدن مستقره. على المستوى الجزئي، على المستوى المتوسط، على المستوى الكلي، منهجيه ثالثه مثل النظريه والمحاور الايكولوجي، وهناك منهجيات مختلفه مهتمين فيه تحت عنوان المحركات stability social cohesion. صلى الله مساءكم. مرحبا بكم في هذا الإطلاق الصحفي. نحن نلتقي اليوم نتيجة ثمرة مشاركة بين المركز الليبي لمكافحة الإرهاب والUNDP في انطلاق دراسة وإعلان عن دراسة التي تمت على سبع مدن ليبية الدراسة تختص بموضوع التطرف. The study covers the issue of extreme violent extremism. سينطلق أو سيترتب على هذه الدراسة عمل مشترك طويل ما بين المركز الليبي وبين اليونديبي. هذه الدراسة أخذت في اعتبارها كل القضايا التي تمس أو تتسبب في زرع بذرة التطرف. سنكون سعداء جدا للإجابة على أسئلتكم. سعدت بتلقي الدعوة المشاركة في هذه الجلسة وهذا الحفل اليوم. I think I'll just give some background context to how UNDP comes into the picture here. For those of you who have been following UNDP in the social media, on Facebook, on Twitter, we recently launched our new country program document. That kicks off in January 2023. This is the framework that guides all the activities, all the interventions, all the partners that UNDP undertakes in Libya. حقيقة أن هذه الوثيقة تضم في طياتها أو تمثل محور أساسي لعملنا وتحكم طبيعة الأنشطة والشركاء لبرنامج المتحد المائي وبداية البرامج التي سنقوم بها في ليبيا. And is signed off on the government side by the Ministry of Planning on behalf of the government of Libya. And signed by UNDP by the resident representative.
ووقعت من قبل الممثل المقيم برنامج المتحدة المالية. So this PVE launch event today fits in very well with one of our program pillars in the country program document, the peace building and resilience pillar. حقيقة أن تدشين هذه الجلسة أو انطلاق هذه الدراسة المتعلقة بمنع التعصب العنيف أو منع التطرف العنيف هو يعتبر محور أساسي من ضمن الأنشطة المشار إليها في الوثيقة التي وقع بشأنها سابقا. This is currently our biggest portfolio of programs in UNDP. حقيقة أن هذا أحد أكبر المحافظ أو المجالات أو الحقائب المعنية بها برنامج المتحدة المالية الآن في ليبيا. And is a collection of interrelated projects. وهو يضم في طياته مجموعة من المشاريع المتداخلة مع بعضها البعض. We have a diverse array of donors that fund our programs in Libya. لدينا الحقيقة طيف كبير من الدول المانحة التي تدعم برامجنا في ليبيا. And this particular study was funded by the European Union. وهذه الدراسة توقع دعمها وإعطاء الأموال اللازمة لتنفيذها من طرف الاتحاد الأوروبي. But we also have a similar program that is funded by the Embassy of the Netherlands. ولكن أيضا لدينا برنامج شبيه بهذا البرنامج ويقع دعما من سفارة هولندا. So it works in complementarity with this program and with the national counterparts. يأتي بالتكامل مع هذا البرنامج وبقية الأنشطة من طرف المجتمع. So we'll be happy to take any questions that you have. يسعدني أن أتلقى أي أسئلة من طرفكم للإجابة عليها. So the two components were one covering border areas, sensitive areas of Libya. التركيز الأول كان على المناطق الحدودية في الدرجة الأولى. And the other was to cover some cities where in which UNDP had already invested in programs to develop local governments. ووقع اختيار هذه المدن سبع بلدان لأن فيها برامج وقع تنفيذها مسبقا من الدرجة المتحدة الإنمائي وهذا هو السبب الثاني لاختيار هذه المدن لأن وقع فيها بعض البرامج. Yes. Hello. Can you carry on? I hope that enough questions. Thank you. أعتقد أن ربما هذه قد تكون إجابة للسؤال. دراء المركز الليبي لمكافحة الإرهاب جاء بعد اعتماد الاستراتيجية الليبية لمكافحة الإرهاب. تبعية المركز. The Libyan Counterterrorism Center actually was based pursuant to the adoption of the counterterrorism strategy by the Libyan government. يتبع مجلس الوزراء. And it is affiliated to the Prime Minister's office directly. وهو جسم مستقل. And it is an independent body or entity. بالنسبة للدراسة طبعا الدراسة معمول الآن باللغة الإنجليزية. Regarding the study, actually the study was issued in the English language. تم ترجمتها للغة العربية والآن في ضبط الترجمة بحيث تكون ترجمة صحيحة. And then it was translated into Arabic, and now we're in the process of proofreading that the translation is accurate. وسيتم نشرها بشكل باتفاق مع القائمين عليها. نحن كمركز ليبي لمكافحة الإرهاب أعطينا الملاحظات الأولى وسيكون عندنا ملاحظات ثانية بعد عرض اليوم لأن اليوم هو أصلا مخصص لعرض هذه الدراسة. This study actually will be issued with agreement of the consent parties that have conducted the study. And we've given our preliminary remarks with regard to this study, and this is why we are in the today holding the session to complete our remarks in this regard.